أهلا بكل الأصدقاء والصديقات، حلقة جديدة من حلقاتنا عن المغاربة والفابور. كثيرا ما يخلط المغاربة بين المجانية وبين الفابور، حتى أن لفظة فابور تعني المجانية، وهذا خطأ شائع لدى الكثيرين. الفابور كلمة إسبانية، الفابور دخلت الثقافة المغربية ومجال اللسانيات المغربية، وأصبحت تعني مع الأيام الشيء المجاني. لكن أصل الكلمة يعني صيغة لطلب شيء ما بلا باقة، بمعنى أن تطلب من شخص أن يقوم بشيء ما بعفوية، أن يمدك بكأس ماء أو بقلم أو بورقة أو يساعدك في حمل شيء دون مقابل وبشكل تطوعي، بمعنى أنه فعل لممارسة الخير ولا يعني المجانية. وقد تطورت هذه الكلمة في السياقات التداولية المغربية وفي الدارجة حتى أصبحت تعني المجانية في القيام بالشيء، وأصبحت مرادفة لكلمة المجانية في كل شيء. لكن الأخطر، دعوني هنا أقول أن الأخطر هنا أن الأخطر أن يتحول أو أن تتحول صيغة الطلب هذه بنوع من اللطف إلى نوع من الريع أو الفابور الريعي أو نوعا من البركي لا يؤدي أي شيء ويحصل بالمقابل من خلال تملكه للسلطة، سواء من خلال تملكه للسلطة سواء كممثل للشعب في الجامعات أو البلديات أو في قبة البرلمان على راتب دون أن يقوم بأي شيء بعدما ينهي مساره البرلماني. والأنكى أن يصبح تقاعدا في البرلمان من الريع ومن عمل الفابور دون أن يقوم بأي شيء بعدما تنتهي مدته. سؤال: متى تسقط دولة الريع؟ متى تسقط دولة الريع والفابور وتقاعد الريع؟ حينما نبدأ في تأسيس مفاهيم جديدة لدولة المجانية في التعليم وفي الصحة وفي الحقوق الأساسية، حينها يمكن أن نتكلم أننا بدأنا في دولة المؤسسات ونبتعد عن الغرق وفي ثقافة الريع. إلى هنا أصدقائي الأعزاء، نأتي إلى نهاية حلقتنا. كل المنى، كل الشكر لدعمكم ولاقتراحاتكم ولدعمكم المستمر للقناة. أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.